السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، عندي سؤال للشعب المصري للشعب السودان. ماذا تريد مصر والسودان من إثيوبيا؟ مصر والسودان عندما تملأ إثيوبيا سد ما الثانية يقول بلدان، إن الحل هو الحرب. يا سبحانك يا رب، لا تكونوا أناني. عندي سؤال، ماذا تريدون مصر والسودان من إثيوبيا؟ اسمحوا لي أن أقدم لكم خيارات. هل تريدون أن تكون بلادنا بلا كهرباء؟ أنتم لا تريدوا أن تخرج بلادنا من الظلام؟ ألا تريدون أن يخرج شعبي من مشاكل والفقر؟ ما هي إجابتكم؟ الماء يكفي لنا ولكم، أمهاتنا يجلسان في الفقر تحت الظلام وينتظرون النور والكهرباء. يا مصر والسودان، من فضلكم وقفوا سياستكم ودعانا يا مصر والسودان، نكمل سدنا ونخرج من الفقر. المصر والسودان، تعرفوا جيدا نحن نحبكم، إذا رفضتم فنحن مستعدون لأي شيء ولسنا خائفين، نحن أبناء النيل. اسألوا التاريخ، اقرأوا التاريخ. أخيرا أود أن أقول إنه إذا لم تتفق مع إثيوبيا فسنغلق الماء تماما، لازم تتفقوا مع إثيوبيا، مصر والسودان. مصر تذهب لمقاداة إثيوبيا، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربي، الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة الأمريكي، لكنها لم تجد حل. السد سدنا، والماء ماؤنا، والأرض أرضنا، نحن أبناء النيل، أبناء النجاشي، لو ما تعرفون. بالنسبة لنا نحن الأثيوبيين، فإن السد نهر النيل هو مصدر فخرنا، نحن أبناء النيل، هو مصدر فخرنا، نحن أبناء النيل.